طابت أوقاتكم مشاهدينا، هذه نشرة الأخبار من قناة الغد المشرق، والبداية بأبرز العناوين. السفارة الفرنسية في اليمن تنفي بشكل رسمي أي وجود عسكري لها في منشأة بلحاف بشبوة. الولايات المتحدة تشدد على توسيع الهدنة في اليمن وتقديم تنازلات لتصبح سارية المفعول في أكتوبر المقبل. وارتفاع نسبة النزوح من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى المحافظات الجنوبية. نفت السفارة الفرنسية في اليمن بشكل رسمي شائعات إخوانية زعمت وجودا عسكريا لبلادها في منشأة بلحاف للغاز الطبيعي المسال في شبوة. وقالت السفارة على حسابها الرسمي في تويتر إن مزاعم الوجود العسكري المزعوم في موقع بلحاف في اليمن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وكان الإخوان روجوا على نطاق واسع عن تحركات فرنسية لتصدير الغاز من منشأة بلحاف النفطية في شبوة لتبرير تمردهم العسكري في المحافظة. التقى محافظ شبوة عوض بن الوزير ممثلين عن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال لطمأنتهم بشأن تأمين المنشآت والأوضاع العسكرية والأمنية في شبوة. وأوضح المحافظ أن الوضع الأمني في مواقع ومنشآت ومحطات الشركة اليمنية للغاز مستتب، مؤكدا أنه أولى اهتماما كبيرا بتوفير الحماية الكامنة وتأمين المناطق والمنشآت الغازية في المحافظة. شهدت مدينة نصاب بمحافظة شبوة مسيرة جماهيرية حاشدة تأييدا لمحافظ شبوة الشيخ عوض بن الوزير، وتنديدا بالتمرد الإخواني على السلطة المحلية بالمحافظة ومجلس القيادة الرئاسي. كعادتها خرجت النصاب بتلقائية إلى الشارع تجدد التأييد لإجراءات محافظة شبوة الشيخ عوض بن الوزير ضد أعمال التمرد الإخواني. هتافات وشعارات وأهازيج شعبية معبرة عن مباركة قرارات قيادة السلطة المحلية وقيادة المجلس الرئاسي. نقول للأخوة المتمردين من أبناء شبوة عليكم العودة إلى حضن المحافظة، والمحافظة قد أصدر عفو عام للجميع، وعليكم بالعودة وأنتم من أبناء شبوة، لستم من خارج شبوة، فنحن لن نلقي مثل ما فعلتم أنتم في السابق عندما كانت سلطة بن عديو، عندما كنتم تطاردون أفراد النخبة الشبوانية ومن هم منتمي للمجلس الانتقالي وتقومون بالسجن والتعسفات وإلى غير ذلك. فنرجوكم إذا حضن أن تعودوا إلى حضن المحافظة، وكلنا أبناء المحافظة وسنبني محافظتنا بأيدينا. وفيما طالب البيان الصادر عن المسيرة بأن تكون شبوة منطقة عسكرية مستقلة عن مارب، طالبت جماهير نصاب بإحالة القيادات العسكرية والضباط المتمردين إلى القضاء لمحاسبتهم على إزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات وترويع الآمنين واحتلال المستشفيات. هدف إلى دحر المتمردين الانقلابيين الأصلاح الذين طغوا وبغوا في البلاد هذه وسعوا في فسادها، لكن إن شاء الله بقوة الله وقدرته وحكمة أبو محمد الله يحفظه إن مع شبوه أهله وشبوه تتسع الجميع إن شاء الله كما قال أبو محمد. هذا تعبير لنا من هذه المديرية مثلة بالمديريات الأخرى إن مع القرارات ضد التمرد، ولسنا لحنا دعاة حرب ولا دعاة سفك دماء، ولكن لحنا سلمين نطالب بالتغيير. المشاركون حيوا أبطال قوات العمالقة ودفاع شبوة على ما اقترحوه من مآثر بطولية، مطالبين القوى السياسية والمنظمات المدنية والشخصيات الاجتماعية الوقوف إلى جانب السلطة المحلية والقوات الجنوبية. مجددا تعود نصاب إلى واجهة الأحداث لتقود حراك مجتمعي شبواني تأييدا لإجراءات محافظ المحافظة الشيخ عوض محمد بن الوزير، وتنديدا بمحاولة التمرد التي قامت بها جماعة الإخوان. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق من مديرية نصاب محافظة شبوة. مني التنظيم الإخواني الإرهابي بهزائم سياسية متلاحقة خلقت أزمة قوية حول انتخاب مرجعية جديدة منذ أكثر من سنة، وبدأت تلقي بظلالها على كل كياناته في العالم وخصوصا في اليمن.
في محاولة منها لتحويل بوصلة الاهتمام عن الأزمة الداخلية التي تعصف بتنظيم الإخوان، تحرك الخلية الإعلامية أذرعها، وخصوصا في اليمن حيث يوجد حزب الإصلاح الإرهابي جناح التنظيم والذي تأسس تسعينيات القرن الماضي. تداعيات أزمة المرشد وصراع المرجعيات بين المدعو منير الذي يدير الجماعة من لندن والمدعو حسين وجبهته في اسطنبول للهيمنة على السلطة في الجماعة خرجت من دائرة التعتيم ووصلت إلى حد رفض الاعتراف المتبادل بل وحتى العزل. وكذلك الهزائم التي مني بها التنظيم في المعارك السياسية في المغرب العربي والشرق الأوسط بعد التحول الذي شهدته العقلية الجماهيرية والذي جاء نتاجا لسقوط قناع الإصلاح الخادع والمزاحق الدينية المغشوشة. مرجعيات التنظيم في أوروبا لم تسلم من بركان الأزمة. فضيحة شراء عقار في العاصمة الألمانية ب4 ملايين يورو دفعت بملف تمويل الإخوان إلى دائرة التحقيقات وجعلته أولوية ببرلمان ألمانيا الذي أصدر قانونا جديدا على حظر استخدام رموز كل من التنظيمات التالية: داعش والإخوان وتنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات الأخرى. تأتي الخطوة الألمانية الجديدة بعد ساعات من إقرار النمسا قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها، حيث شملت قائمة الحظر تنظيم الإخوان الإرهابي. بعد أزمة العقار طفت على السطح أزمة أخرى عقدت وضعية التنظيم وكشفت الكثير من تفاصيل أوراقه، وهي ما بات يعرف بشراء السجين. مصادر قريبة من التنظيم تحدثت أن الإخوان يتكفلون شهريا بملايين الجنيهات كعطايا نقدية أو عينية لأسر السجناء، وتصل السجين عبر البريد أو من خلال الزيارات المختلفة أو القيام بشراء مستلزمات لهم داخل السجون. الهدف ليس ساميا ولا نبيلا طبعا، بل الهدف الأول من وراء ذلك هو شراء سكوتهم عن أي تفاصيل قد تتطلبها إجراءات التحقيق من جهة، وصوتا يستخدمونه ضد السجين متى حاد عن مبتغاهم في أي مرحلة كانت. من هنا بدأت فكرة التمرد في شبوة والتي كانت تدور تفاصيلها تحت إشراف استخباراتي من دوائر التنظيم لضرب التوافق وتعطيل مسيرة التغيير حفاظا على الكيان ووجوده. فشل التمرد ولوح الوزير الممثل للتنظيم في المجلس الرئاسي بالاستقالة، لكنه عدل عنها تحت تأثير الانحسار الجماهيري للإخوان محليا وغياب مرجعيته الدولية، ناهيك عن التحول الجيوسياسي الذي شهدته المنطقة والذي كان له التأثير البارز على كينونة التنظيم بصورة عامة وحزب الإصلاح اليمني بصورة خاصة. إنما ببساطة لا، أنا إذا كنت أنا بعيب على تركيا أرض الله واسعة معلم. أول مرة يطلب منا رسميا هذا اليوم إيقاف البرنامج تماما على كل الأصعدة تلفزيونيا أو من خلال السوشيال ميديا. طريقة التعاطي الإعلامي مع الأحداث على قنوات الإخوان يشعرك أن التنظيم يلفظ أنفاسه الأخيرة، وهو ما يراه الكثير من المراقبين بداية الموت السريري للتنظيم الإخواني الإرهابي. استهدفت طائرة حوثية مسيرة مواقع قوات اللواء الثاني صاعقة في جبهة حجر شمال الضالع، وأفاد مصدر عسكري بأن أركان حرب اللواء الثاني صاعقة العميد خالد أحمد محسن نجا من الهجوم الجوي الذي شنته الميليشيات، حيث يأتي هذا التصعيد العسكري للميليشيات ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية في اليمن. ارتكبت ميليشيات الحوثي أكثر من 3700 خرق في تعز منذ إعلان الهدنة الأممية في 2 أبريل الماضي. خروقات الميليشيات الحوثية أسفرت عن استشهاد 18 جنديا وإصابة 110 آخرين، وتنوعت الخروقات بين قصف واستهداف مواقع الجيش بالمدفعية والقناصة والطائرات المسيرة.
دعت الإدارة الأمريكية الأطراف اليمنية إلى خفض مستوى مطالبها وتقديم تنازلات من أجل التوصل لاتفاق على توسيع الهدنة وتحقيق السلام في اليمن. وقال بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن على الأطراف اليمنية تنحية المطالب القصوى جانبا وإحراز تقدم في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وفتح الطرق للتخفيف من معاناة السكان الذين يعيشون تحت الحصار في تعز والمحافظات الأخرى داخل اليمن وتوسيع وجهات الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي. عبرت الرباعية الدولية بريطانيا والولايات المتحدة والإمارات والسعودية عن دعمها للجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي في اليمن. وقال بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى اليمن في حسابها الرسمي على تويتر إن اجتماعا عقد في العاصمة البريطانية لندن ناقش سبل التعاون لتعزيز قدرات المؤسسات اليمنية. كما بحث الاجتماع البناء المؤسسي لضمان استيعاب الوديعة السعودية الإماراتية البالغة ملياري دولار أمريكي. ترتفع نسبة النزوح من المحافظات الشمالية التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية إلى المحافظات الجنوبية نتيجة الدعم الكبير الذي تقدمه المنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية لهؤلاء النازحين. التفاصيل في هذا التقرير. ارتفعت نسبة النزوح من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وبعض المناطق المحررة في المحافظات الشمالية والتوجه إلى المحافظات الجنوبية. محافظة أبيان استقبلت آلاف الأسر بمخيمات إيوائية حظيت باهتمام ودعم المنظمات الدولية المانحة والمؤسسات الخيرية، واستحوذت على كافة المساعدات التي كانت تقدمها لأبناء المحافظة. المشكلة الآن اللي صارت أنه مجتمع النازحين لم يعد هو ذاك المجتمع اللي في بداية الحرب، الناس خارجين من الحرب في حال الطوارئ، غير آمنين على أماكنهم، على حياتهم، على منازلهم، إنما تحولوا جزء كبير منهم إلى مهاجرين وإلى مواطنين، منهم من اشترى منزل، منهم من اشترى مزرعة، ومنهم من صار عنده حرفة وصار عنده عمل. الآن المشكلة أن المجتمع المضيف عندنا، السكان الأساسيين في المديرية، هم يعني في حالة معيشية صعبة. الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة أبين اتخذت إجراء غير مسبوق بإسقاط صفة النزوح على الأسر التي تخرج من موطن النزوح لقضاء أجازة العيد في موطنهم الأصلي، مما يشير إلى أن مناطقهم آمنة وإيقاف أي مساعدات تقدم لهم. ملف النازحين في محافظة أبين أصبحوا عدد يعني من النازحين يذهبوا لاستلام المساعدات ويغادروا إلى بلدهم أيام أجازة العيد، وقامت الوحدة التنفيذية يعني بإجراءات رسمية منها التحقق عن ترك الأسر، وتم شطب عدد كبير منهم والذي هم يغادروا ويذهبوا ليعيدوا في بلادهم ويعودوا، ولهؤلاء أصبحت أن مناطقهم آمنة وليس هناك أي شيء يهددهم في مناطقهم. نازح الشمال في الجنوب وقصة الهروب الكاذب من الحرب، عنوان تصدر بعض الصحف والمواقع الإخبارية حول موجة النزوح من المحافظات الشمالية وعودة الكثير منهم إلى مناطقهم لقضاء الأجازات السنوية بشكل طبيعي. هل تحققون من ملفات النازحين والأسر النازحة في محافظة أبين ومبياناتهم قبل رفعها للمنظمات المانحة؟ طبعا احنا في البدايه نشكر قناه الغدر المشترك على هذا النزول لتفقد اوضاع النازحين في محافظه ابين مديريه زنجبار. وطبعا احنا من في الوحده التنفيذيه في زنجبار قبل ان نبدا ونشرع في تسجيل النازحين في المديريه لابد ان نتحقق من عده امور قبل ان يتم يعني ضمه في اخذ بياناته واعتماده في كشوفاتنا قبل رفعها للمنظمات المانحه، ويتم التحقق دوري بالنسبه لوثائق النازحين، ويتم الكشف من النازحين من الذي قادر، من الذي باقي، من الذي يروح. سياسة الآن تبعناها أن أي شخص، أي نازح، أي أسرة تقادر وتعود خلاص، مجرد أنها قادرة يتم رفع إلينا، يتم إسقاطها من كشوفاتنا ولا تعود أبدا، وحتى وإن عادت وسكنت فلا يتم اعتمادها في كشوفاتنا. مكانها حرب الغام مدفنة، مكانها الصفيان، كل الدنيا مش تمام.
ظاهرة النزوح من المحافظات الشمالية تحولت مؤخرا إلى هجرة لكثير من الأسر واستقرارهم في المحافظات الجنوبية، مما ساهم في تضخم الاحتياجات وعجز الخدمات العامة المخصصة للسكان الأصليين. لقناة الغد المشرق، عثمان عامر، أبين. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. العاصمة عدن تشهد إقامة دورة تدريبية تهدف لتطوير المهارات الإدارية لمديري إدارات المرأة. من جديد أهلا بكم. تخرجت جندية يمنية من كلية الطيران كأول امرأة في الجمهورية اليمنية تتخصص في هذا المجال، وأول فتاة تتخرج من كلية الطيران السودانية. وهنأت وزارة الدفاع الملازم طيار رحمة عز الدين الحوشبي من كلية علوم الطيران في دولة السودان، وحيا وزير الدفاع شجاعة الحوشبي لانضوائها في مجال قيادة الطيران الحربي، حيث ستخوض تجربة رائدة في هذا المجال مع زملائها، وستعمل على خدمة شعبها وقواته المسلحة. أطلق أبناء المناطق المحررة حديثا في محور حيس جنوب الحديدة حملة مجتمعية جديدة لمواصلة طمس شعارات الميليشيات الحوثية التي ملأت جدران المرافق العامة ومنازل المواطنين. وشملت الحملة في يومها الأول قرى منطقة المحجر المحاذية لمناطق جنوب حيس. وقال المشاركون في الحملة إن هذه الشعارات الطائفية تعبر عما تحمله ميليشيات الحوثي من فكر إيراني دخيل على اليمن، يستهدف الهوية الوطنية اليمنية والعروبية، ويستهدف النسيج الاجتماعي اليمني. أقامت الإدارة العامة لتنمية المرأة في عدن دورة تدريبية خاصة في تطوير المهارات الإدارية لمديري الإدارات الخاصة بالمرأة، حيث تهدف الدورة لمساعدة الكادر الإداري في تطوير أدائهم. برعاية معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد الملس، نظمت الإدارة العامة لتنمية المرأة بالعاصمة عدن الدورة التدريبية الخاصة في تطوير المهارات الإدارية لمدراء إدارات المرأة بالعاصمة عدن. نفذنا تدريب شيء مهم، كون أن المرأة قيادات المرأة في العاصمة عدن تحتاج إليه، وهو في تنمية المهارات والقدرات العملية والإدارية. طبعا استهدفنا مدراء إدارة المرأة في العاصمة عدن، وهي مدراء إدارة تنمية المرأة في ديوان المحافظة، وأيضا مدراء إدارة المرأة في المجلس الانتقالي الجنوبي، وأيضا مدراء إدارة المرأة في اللجان المجتمعية. الدورة التدريبية استهدفت عدد من مدراء الإدارات التنفيذية للمرأة في القيادة المحلية بالمديريات، والتي تهدف في تطوير أداء الكادر الإداري فيما يتواكب مع مهام التطورات والتحديات التي تواجه الكادر القيادي والإداري بالإدارات. في هذه الدورة من خلال يومين سيتم تعليمهم أساسيات إعداد الخطط وإعداد التقارير بشكل حديث وبشكل علمي، بحيث يصبح المشاركات قادرات بعد هذه الدورة على إعداد خطط ضمن مفاهيم، ضمن أساسيات، ضمن نظام عالمي، وكذلك إعداد التقارير بشكل مرتب ونظامي. اليوم حضرنا دورة تدريبية لإعداد الخطط والتقارير وكيفية الاستفادة منها تطبيقيا في إطار المديرية، في إطار المرأة، وكيفية استفادة منها المرأة ككل، وكيفية التعامل مع في إطار المديرية كيفية تطبيقيا وعمليا. هذه الدورة ستسهم في مساعدة الكادر الإداري في تطوير أدائهم بكفاءة وفعالية، لتحقق اهتماما كبيرا خلال المرحلة القادمة في فهم أساليب وطرق الإدارة والقيادة في العمل. صفاء السويدي، لقناة الغد المشرق، عدن.
وجدت أبحاث جديدة أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بالخرف وضباب الدماغ والنوبات. وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن خبراء من جامعة أكسفورد درسوا حالة أكثر من 1 مليون شخص أصيبوا بكوفيد 19، ووجدوا أن تشخيصات جديدة للخرف والنوبات وضباب الدماغ كانت أكثر شيوعا خلال العامين التاليين بعد الإصابة بالفيروس مقارنة بأمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الإنفلونزا. نهاية النشرة. تذكيرا بالعناوين: السفارة الفرنسية في اليمن تنفي بشكل رسمي أي وجود عسكري لها في منشأة بلحاف بشبوة. الولايات المتحدة تشدد على توسيع الهدنة في اليمن وتقديم تنازلات لتصبح سارية المفعول في أكتوبر المقبل. وارتفاع نسبة النزوح في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى المحافظات الجنوبية. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.